تحياتي. أنا أقف الآن تحت أحد أشجار المعمرة من أشجار غابات الأردن شمال الأردن، وهي شجرة القطلب. الاسم الشائع عندنا هي شجرة القيقب، ولكن هو الاسم الصحيح هو القطلب. وسبحان الله تجد هذه الشجرة كل سنة تنمو، تقشر لون اللحاء تبعها والساق، لذلك تسمى شجرة الآفعة. وكأنها الآفعة تغير جلدها كل سنة. هذه الشجرة ملساء الملمس، ساقها أملس، وسبحان الله يعني يكسب اللون الأحمر بعد زمن، ولها ثمار جميلة جدا، وعندما تنضج لها نكهة وطعم لذيذ، وتتغذى عليه كثير من الطيور في الغابة. وهي متى موعد النضج؟ النضج عادة مع بداية شهر 11 عشر خريف. الخريف ماذا نستفيد من الثمار؟ الثمار في ناس هنا يعملوها مربيات، وأكبر فائدة لها إنها استمرارية الحياة بالغابة لتغذية بعض الحيوانات وبعض الطيور عليها، وسبحان الله يعني هي مرغوبة وجميلة جدا، وتكثر في الغابات الشمالية للأردن. شكرا لك العافية.